السلام عليكم الإخوان الأخوات. دونك في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نجاوب على مجموعة من الأسئلة اللي كيطرحوهم علينا الإخوان المتتبعين الأوفياء ديال القناة. السؤال الأول هو الفرق بين لو كورون نومينال وكذلك لو كورون أبسوربي، يعني الفرق بين التيار الإسمي والتيار المستهلك، كذلك يعني الفرق بين سور انتونسيتي و سور شارج. وواحد الأخ سولني على الفرق بين لو موتور سينكرون اي لو موتور اسينكرون. هذا الجواب ديال هذا السؤال هذا يعني جاوبت عليه في واحد الفيديو، ف كاين فيديو في القناه يعني جاوبت بالتفصيل على هذه المساله هذه. كما ان يعني واحد اخر سولني على الفرق بين ديجونكتور يعني ديفيرونسييل ولا انتريبتور ديفيرونسييل، ف يعني ايضا كان واحد الفيديو اللي شرحت فيه المساله مزيان، شرحت فيه الانتريبتور ديفرونسيال شنو هما المميزات ديالو شنو هو الطور ديالو ويعني فين كيتستعمل. دونك في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشرح لكم الفرق بين لو كورون نومينال و لو كورون ابسوربي. فاول حاجه خصنا نعرفوها، خصنا نعرفو بعد التعريف ديال لو كورون نومينال او التيار الاسمي. شنو هو التيار الاسمي؟ من السميه ديالو الاخوان تيبان ان لو كورون نومينال هو هذاك لو كورون اللي تيكون يعني في لا بلاك سينياليتيك ديال لي ماشين الكتريك، يعني تيكون مكتوب في لا ماشين، اي ماشين كيما كانت، يعني سواء يعني موتور الكتريك محرك ماشين يعني الافي، يعني اي ماشين كيما كانت الكتريك فتيكون فيها مكتوب فيها لو كورون نومينال. يعني شكون اللي تيحط هذا الكورون نومينال؟ هذا هو لو كونستريكتور، يعني هذاك اللي صوب لا ماشين هو يعني اللي كيحط لينا لو كورون نومينال ديال لا ماشين. يعني تيقول لك ان هاد لا ماشين هادي فكتخدم يعني ب 10 مثلا 10 امبير، تيقول لك ان النومينال ديالها يعني النومينال باش غتخدم هو 10 امبير. فبالنسبه لو كورون ابسوربي يعني التيار المستهلك هو فاش كنبرونشيو هاد لا ماشين هادي يعني في لاليمونطاسيون، فاش كنعطيوها لاليمونطاسيون يعني فاش كنعطيوها الضو هذاك الكورون باش كتخدم في هذيك اللحظه، يعني هذاك باش اللي كتجر من لاليمونطاسيون هو لو كورون ابسوربي. وما خصناش نخلطو بيناتهم حيت كاين اللي تخلط بين النومينال والابسوربي وراه ماشي ديما، يعني ممكن انه في واحد اللحظه يكونوا بحال بحال ولكن بعض المرات يكون الفرق بيناتهم. يعني خصنا اولا اننا نفهموا التعريف شنو هو، ثانيا يعني عاد نعرفوا كل واحد يعني المميزات والخصائص ديالو. فكما قلت لكم لو كورون نومينال فتيعطيه لو كونستريكتور، يعني هذاك اللي صاوب لا ماشين كيدير ليها ليزيسي ديالو وتيقول لينا ان هاد لا ماشين هادي كتخدم، يعني الا خدمات فخصها تخدم بهذا لو كورون نومينال اللي في لا بلاك سينياليتيك. يعني وماشي غير الكورون نومينال اللي تيكون الاخوان، فتيكون لا طونسيون يعني التوتر الاسمي حتى هو لا بويسونس ايتترا، يعني هذاك اللي صوب لا ماشين يعني كيعطيك واحد لا بلاك تيعطيك جميع المعلومات باش غتخدم لا ماشين، ومنهم يعني لو كورون نومينال اللي هو يعني واحد المساله مهمه ومهمه بزاف. دونك وباش نفرقوا بينه وبين لو كورون ابسوربي اللي هو التيار المستهلك، غادي نعطيكم واحد المثال يعني باش تفهموا مزيان الفرق بين هاد الجوج. فمثلا هنا عندي واحد لا ماشين الافي، يعني واحد الماكينه ديال الصابون، كنعرفوا ان لا ماشين الافي يعني فاش كنشريوها كما قلت لكم فكنلقاو فاول حاجه يعني كنسولوا عليها يعني شحال كتهز ديال الحوايج، يعني شحال الوزن ديال الحوايج اللي كتهزها لا ماشين هذه. يعني مثلا كتشري مثلا ماشين ديال 6 كيلوغرام مثلا، تيقول لك ان هذه كتهز 6 كيلوغرام ديال الحوايج، وكما قلت لكم تتكون مكتوبه فيها 6 كيلو. او ميم طون الى مشيتي مثلا غتلقى واحد لابلاك فيها مثلا 10 امبير 230 فولت مثلا، يعني كتلقى معلومات كما قلت لكم معلومات الكهربائيه اللي تتعلق بهذا لا ماشين هذه. فانت مثلا جبتي هاد لا ماشين هذه للدار انستاليتيها عطيتيها لاليمونطاسيون،
عطيتيها لاليمونطاسيون فنورمالمون يعني وعطيتيها لاليمونطاسيون ودرتي فيها بالضبط 6 كيلو ديال الحوايج فنورمالمون اذا درتي ان امبيرمتر هنا اللي غيحسب لك الامبيراج فغتلقى تقريبا غتلقى 10 امبير يعني ممكن انك تلقى 10 ممكن 9.7 يعني واحد القيمه تقريبيه لهذا لو كورون نومينال اللي عطاك لو كونستريكتور. ف الى بغينا دابا يعني فينا هو الكورون نومينال هنا وفينا هو الكورون ابسوربي يعني باينه كما قلت لكم ان لو كورون نومينال هو اللي تيدير لو كونستريكتور في لا ماشين يعني هذا هو لو كورون نومينال وهذا باش خدامه لا ماشين فاش برونشيت ليها انا الضو هو لو كورون ابسوربي يعني 9.9 مثلا هي اللي كتسمى لو كورون ابسوربي كورون ابسوربي وهذا لو كورون نومينال. فإذا لاحظتوا في هذه الحاله هذه فاش كندير انا 6 كيلوغرام بالضبط لهاد لا ماشين هذه فإذا لاحظتوا انهم تقريبا هذا مع هذا راه كيتقادوا تقريبا يعني بحال لو كورون نومينال بحال لو كورون ابسوربي يعني حيت علاش حيت انا هاد لا ماشين هادي خدمتها في لي كونديسيون نومينال يعني هاد الشروط فاش خدمت هاد لا ماشين هادي كيتسموا الشروط الاسميه يعني لي كونديسيون نومينال حيت الكونستركتور هو اللي قال لي انك هاد لا ماشين هادي غادي دير لها 6 كيلو غرام ما تفوتهاش ما تفوتش 6 كيلو غرام ديال الحوايج ويلا درتي لها 6 كيلو فغتلقى انها خدامه ب 10 امبير. دونك تصور مثلا انك انت هاد لا ماشين هادي شريتيها ما درتيش فيها 6 كيلوغرام يعني جبتيها ودرتي فيها 20 كيلو ديال الحوايج مثلا اشنو غيوقع في نظرك اشنو غيوقع يعني واش غيتبدل لو كورونومينال ديال لا ماشين الو كورونومينال مكتوب يعني لو كونستركتور قال لك راه كتخدم ب 10 امبير شكون اللي غيتبدل في هذه الحاله هذه حيت انت فاش كدير فيها الحوايج بزاف يعني اش تيوقع المحرك ديالها يعني كيتزير يعني كيولي يبدل واحد لي فور يعني واحد المجهود اكثر باش يخدم هاد لا ماشين. دونك اش غادي يوقع لومبيراج يعني هذا اللي تنعبرو حنا لي لو كورون ابسوربي اللي كتستهلك لا ماشين في هاد اللحظه هادي اش غيوقع ليه يعني غادي يطلع حيت كما قلت لكم الموتور كيبدل واحد المجهود كبير. دونك هاد لو كورون ابسوربي هادي ما غاديش يبقى 9.9 يعني يقدر يوصل مثلا 30 امبير يعني الى لاحظتوا في هاد الحاله هذه يعني فاش تنديروا حنا مثلا نفترضوا ان درنا 20 كيلوغرام ديال الحوايج ف الى لاحظتوا ان هادو ما بقاوش بحال يعني لو كورون ابسوربي كبر من لو كورون تقريبا تريبل من لو كورون نومينال ديال لا ماشين يعني في هاد الحاله هذه يعني اشنو غيوقع اشنو يقدر يوقع لا ماشين حيت الكونستركتور هذاك اللي صاوب لا ماشين قال لك اخويا الموتور ديالي خصو يخدم ب 10 امبير يعني هذا هو التيار الاسمي جيتي انت خدمتيها ب 30 امبير حيت درتي فيها الوزن الزائد خدامه ب 30 اش غيوقع واحد المده قصيره هاد لا ماشين هادي غادي يعني غادي تحرق يعني 100% الا ما قطعتي عليها لا ريمونطاسيون غادي تحرق. فكما قلت لكم حيت حنا فتنا لو كورون نومينال ديالها اي ماشين كما كانت الى فتي لو كورون نومينال ديالها يعني التيار الاسمي ديالها اللي مكتوب فيها فتيه يعني بواحد القيمه كبيره وفي واحد المده معينه تقدر هذيك لا ماشين انها تحرق. دونك كما قلت لكم ها هما دابا ما مقادينش هذا كبير وهذا صغير يعني هاد الحاله هذه ما خصهاش دار نهائيا اننا نديرو يعني اننا كان نفوتو لو كورون نومينال بواحد القيمة معينة يعني مثلا نفترض انك خدمتيها ب 11 امبير مثلا ماشي مشكل تقريبا راه نفس قريبة اما الا فتيه بواحد القيمة كبيرة ف يعني خطر غادي تحرق لا ماشين يعني اي ماشين كما كانت موتور الكتريك واحد لابومب مثلا واحد البومبة مثلا خدامة كتهز الماء شوية مثلا طلعت الرملة معاها يعني شنو غادي يوقع لومبيراج غادي يطلع كيفوت لو كورون نومينال الا ما قطعناش عليها لاليمونطاسيون يعني غادي تحرق. دونك ويلا درنا العكس مثلا قلنا انها ديال 6 كيلوغرام هاد لا ماشين درنا فيها مثلا حنا جينا درنا 2 كيلوغرام يعني ما درناش درنا غير شويه ديال الحوايج ففي نظركم في هاد الحاله هذا شنو غادي يوقع؟ فبيان سور ديما اللي تيتبدل هو لو كورون
ابسورب يعني لو برونومينال فا ديال لا ماشين يعني ما كيتبدلش على لو كورون سيليكتور هو اللي تيعطيه ليه. اش غيوقع لهذا لو كورون ابسوربي؟ فاش كنعطيوها واحد الوزن خفيف يعني غادي تسولاج المحرك ديالها، مسولاجي مزيان مرتاح مع راسو، يعني حتى لو كورون اللي كيجر اللي تي ابسوربي فما غاديش يكون كبير بزاف، يعني يقدر مثلا يوصل مثلا 4 امبير الى لاحظتو. اش غيوقع، اش وقع دابا في هذه الحاله هذه لو كورون ابسوربي؟ يعني طاح بزاف، يعني وصل كما قلت لكم نقص بزاف على لو كورون نومينال، يعني اصغر من لو كورون نومينال ديال لا ماشين، يعني ولا 4 امبير. وفي هذه الحاله هذا الاخوان شنو غادي يوقع في نظركم؟ ما غادي يوقع والو، حيت لا ماشين يعني خدامه مسولاجيه خفيفه مع راسها، واخا تخدمها عامين بعد لو كورون هذا ما غاديش يوقع والو، حيت كما قلتي غير اللي خايب هو انك تفوت لو كورون نومينال. اما قل من لو كورون نومينال فما عندكش المشكل، اللي المشكل الوحيد اللي عندك هو انك مثلا غادي تبقى تخسر في الانرجي يعني في الطاقه، يعني بدل ما تخدم واحد لا ماشين يعني ب ب ب بالمسائل ديالها كامل يعني ب 6 كيلو ديال الحوايج كتولي دير فيها شويه، يعني غادي تخسر غير في الانرجي، اما لا ماشين ما غاديش يوقع ليها والو. دونك باش نريزيمو الاخوان، يعني واحد خلاصه القول هو اننا ديما لي ماشين ديالنا فاش تنخدموهم خصهم يخدموا في لو كورون، يعني لو كورون ابسوربي تقريبا خصو يكون بحال لو كورون نومينال، وإلا كان قل منه ماشي مشكل، اما الا فتنا لو كورون نومينال تيار الاسم ديال لا ماشين فغادي تحرق. دونك ندوزو ل دابا السؤال الاخر اللي تيقول لك انه الفرق بين سيغ انتونسيتي و سيغ شارج، الفرق بيناتهم. فبالنسبه لسيغ انتونسيتي الاخوان شنو هي الانتونسيتي؟ بعدا هي التيار الكهربائي، تيار انتونسيتي سيو ديما فاش تنقولو سيغ يعني شي حاجه كبر من، يعني دائما الاخوان فاش كتكون كطلع على لانتونسيتي ولا كيطلع التيار لواحد القيمه كبر من هذيك القيمه العاديه فهذه كتسمى يعني عامه سيغ انتونسيتي، كما كان السبب ديال هاد المساله هذه. فكما قلت لكم مثلا بحال هاد الحل كما قلت لكم قبيله في هذاك المثال ديال لا ماشين الافي، الا كثرنا عليها الحوايج كيطلع الكورون بزاف، يعني هذيك تيطلع الكورون فكتسمى سيغ انتونسيتي. وقع مثلا ان كور سيركوي ما بين الفاز والنوتر، فكما كنعرفوا ان كور سيركوي فكيطلع لومبيراج لواحد القيمه كبيره، هذيك حتى هي راه كتسمى سيغ انتونسيتي، يعني دائما فاش كيطلع الكورون كما كان السبب ديالو كور سيركوي سيغ شارج كذا كذا، فهذيك الظاهره كتسمى سيغ انتونسيتي عامة، يعني هذه واحد المصطلح اللي عام. اما بالنسبه للسيوغ شارج الاخوان ف السيوغ شارج واحد الحاجه اللي خاصه، السيوغ شارج هي كما قلت لكم انا قبيله السيوغ شارج بحال مثلا شي كاميو تيهز غير مثلا 5 طون درنا فيه حنا 20 طون، فهاد المساله هذه كتسمى سيوغ شارج، يعني وفي الكهرباء شنو هي السيوغ شارج كما شرحت لكم قبيله بالضبط في هذاك ليكزومبل ديال لا ماشينا لافي، فاش كنديرو الحوايج بزاف في لومبيراج كيطلع، يعني حنا كنشارجيو كنديرو سيور شارج كيقولو كنقولو سيو شارج، يعني انه لو موتور ديالنا المحرك ديال لا ماشين شارجيناه بزاف ولا تيبدل واحد المجهود يعني باش يدور لا ماشين، وهذاك المجهود اللي تيبدل اش كيدير؟ كيجر لومبيراج بزاف، يعني ما كيبقاش يجر هذيك القيمة الاسمية يعني التيار الاسمية ولا الكورونومينال، يعني كيولي يجر واحد القيمه كبيره ديال لو كورون، وهاد المساله هذه هي اللي كتسمى فقط سيور شارج، لا شي حاجه اخرى لا. يعني دائما واحد لا ماشين فاش كنشارجيوها بزاف كتجر واحد الكورون كبر من لو كورون نومينال ديالها، هاد المساله كتسمى سيور شارج. اما سيور انتونسيتي كما قلت لكم فواحد المصطلح اللي عام، يعني كما كان السبب ديال الكورون فاش تيطلع فكنسميوه نيشان سيور انتونسيتي. كنتمنى انني وصلت الفكره، ومن طبيعه الحال اذا كان شي مازال شي اشكال ولا شي حاجه ما مفهوماش فالباب مفتوح في التعاليق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.